بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة وفي برقيته أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته للمصريين جميعا بمستقبل واعد في ظل تآلف نسيجه وتلاحم الروابط بين أبنائه وذلك بقيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي